Please turn your attention to the screen for information provided by the local police. اليوم لدينا فريقان بنفس الشغف ونفس الطموح ونفس الأحلام على أرضية الملعب. تصبح المنافسة قوية بسبب كل هذه الآمال والطموحات الكبيرة. جماهير تعطي المباراة أيضا قيمة كبيرة وأجواء مصاحبة تجعل من السباق أهمية كبرى. من ملعب إليانز أرينا معقل نادي بايرن بأجوائه الرائعة كما جرت العادة باللونين الأحمر والأبيض بهذا الحضور الرهيب بهذه الأجواء الخيالية. نؤكد للمشاهدين أنه لم يفوتهم الكثير لأن المباراة بدأت للتو. بداية هجمة كانت مبشرة واعدة لكن الهجمة في الأخير انهارت بسبب رعونة عند المهاجمين. هالاند، دي ماريا، ليروي ساني يحاول الاستفادة من زميله في جانب الملعب. يزول خطر مؤقتا بعد تدخل سريع من المدافع. على الكرة العرضية الآن تحولت إلى ركنية. عنده حلول كثيرة لهذه الركنية بسبب أفضلية الطول. إبعاد الكرة. يتمكن من استعادة الكرة. باتريك فييرا. إنزاغي. يا لها من كرة كادت أن تصبح في غاية الخطورة. فيليبو إنزاكي تمركز واستلام كرة كان رائع جدا لكن أين إنهاء الفرصة؟ عليك أن تكون حاسما أمام المرمى. ضاعت فرصة كان يمكن استغلالها. تمركز أهم صفة للمدافع. توقع ممتاز هنا. هالاند، دي ماريا، كرة طولية في المساحة الخالية. أوليفر كان يشتت الكرة، يلعبها لمنطقة الخطر. إمكانية مرتدة الآن. يلعب كرة على اليسار، ينجح في لعب كرة عرضية. لا تسألني كيف ضاعت، لا أعرف كيف وضاع الفريق هذه الفرصة المتاحة. شيء غريب، شيء خيالي بصراحة. هجمة كانت عبارة عن هدف محقق ولكنها ضاعت. إنزاغي، مولر، باتريك فييرا على تنفيذ الخطأ. حكم يكتفي ببعض الكلمات موجهة للاعب لكن عليه أن يحذر أي تدخل آخر، ستكون بطاقة ربما حاضرة. تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب. بينية رائعة، اللاعب يستلم الكرة. ديفالا، هدف لمصلحة استاد مالبركان. لا يمكن تحمل ارتكاب الأخطاء في هذا المكان من الملعب. هنا تعرض الدفاع الخطر، تكشف المدافعين، تجعلهم صراحة في موقف صعب. نتابع وإياكم المباراة بعد أن أصبحت النتيجة هدف مقابل لا شيء. فيليبو إنزاغي يمر يلعب كرة بينية، يقطع الكرة. كان عليه التصرف بشكل مختلف هنا، ربما في المرة القادمة يتعلم من الدرس إذا كان هنالك مرة قادمة. ديبالا، حلول كثيرة كانت متاحة في هذه اللعبة، لقد كان بالإمكان أفضل مما كان. ضاعت فرصة متاحة وخطيرة جدا. مولر، هالاند، لمسة على اليسار. ساني يستعيد الكرة مرة أخرى. هالاند،
يخطف الأنظار هنا في هذه الكرة. مثل هذه اللقطات تكون ملهمة الكثير من المدافعين. أول ركنية اليوم والخصم بدون ركنيات حتى الآن. تصدي غير عادي من الحارس. تدخل وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة. هل يمكنهم التسجيل من هنا؟ دي ماريا، الله على الفرصة، تمر من حارس المرمى لكن القائم يقول لا. دي ماريا الآن إمكانية المرتدة، يحاول تمريرها من بين زاغي. الحارس مرة أخرى ينقذ فريقه من كرة خطيرة. يا لها من كرة ويا له من تألق ويا له من حارس مرمى. هالاند كاين ومحاولة مع المرتدة. تحول سريع في الملعب. باص سيء لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية. في المكان الصحيح عنده خاصية قراءة اللعب والتحرك لقطع الكرات. مولر، كرة إلى الأمام، ضاعت الفرصة على الفريق بسبب غياب الحسم في الأمام. مثل هذه الكرات كانت تحتاج إلى سرعة، إلى اتخاذ قرار، إلى ذكاء. ممتاز في التمرير. لعبة من إنزاغي. يا له من تصدي، يا له من حارس مرمى، يا لها من ردة فعل جميلة جدا. إبداع كبير من حارس المرمى في مباراة اليوم. لاحظ معي ردود أفعاله، لاحظ معي تحركاته، تألقه، ثباته، شخصيته في هذا اللقاء. فيها ضربة ركنية. كاين، والركنية الثانية في المباراة، والمنافس لديه ركنيتين اليوم. وهذه رمية جانبية. Two added minutes has been indicated. نيمار. هالاند. أي دفاع في هذا اللقاء، دفاع حديدي بالفعل. أمام فرصة للتسجيل. لديه لوكا مودريتش. الكرة داخل الشباك. لم يكن عنده الفرصة ليفوت. تنطلق صافرة النهاية ونهاية الشوط الأول. كل ما نشاهد الآن في شوط واحد. يا إلهي على هذا الأداء، على هذا التألق، على هذه السيطرة، على الهدفين، ربما أكثر في شوط المباراة الثاني. إذن سنتابع معا أحداث الشوط الثاني من المباراة. حتى الآن لم يتدخل أي مدرب في إجراء تغيير. تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب. بداية هجمة كانت مبشرة واعدة، لكن الهجمة في الأخير انهارت بسبب رعونة عند المهاجمين. مولر، قراءة ممتازة للكرة، رائع جدا في توقع مسار الكرة. هالاند، ساني،
دي ماريا دي ماريا لعبة جميلة في هذه المنطقة بالذات دي ماريا أكيد محبط بعد أن كان في وضعية مميزة أمام المرمى لكنه في النهاية لم ينجح في التسجيل خطورة كانت كبيرة لكن ينجح في منعها دي ماريا هالاند كانت انطلاقة واعدة نحو المرمى دفاع كانت له الكلمة الأخيرة أفقد يحتسب الحكم ركلة حرة إنزاغي يتدخل ويقطع الكرة يتدخل ويقطع الكرة عنده خاصية قراءة اللاعب والتحرك لقطع الكرات يلعبها في المساحة انطلاقة مدافع إلى الأمام تمريرة جميلة دي ماريا يتلقى الكرة هالاند لديهم الفرصة مرة أخرى وفرصة أخرى أوليفر كان يحاول إبعاد الكرة لوكا مودريتش تمريرة جميلة كرة لا تصدق بيكام مولر تمركز أهم صفة للمدافع توقع ممتاز هنا مودريتش يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم دفاع قوي جدا هنا يلعب كرة بينية نيمار الله على هذا الأداء هدف آخر تألق كبير رغم الرقابة كان ينجح في التسجيل بكل هدوء لا يمكن إيقافه بسهولة الحكم يطلق صافرته لكن الاحتساب خطأ قتلت الهجمة قبل أن تبدأ باص سيء لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية مودريتش فشل في اختراق الدفاع بكرة بينية بيكام بيكام رمية جانبية إذن لوكا مودريتش لمسة بينية نيمار غلطة كبيرة من الحارس والبوغبا تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب يحاول يسدد نيمار أوه. فعله وسجل كرة في الشباك أوه. يلعبون مباراة غير عادية في هذا اليوم ما هذا الأداء ما هذه الكرة ما هذه المتعة يا عيني على هذه الكرة الجميلة اللي نستمتع فيها هدف آخر يؤكد على قوتهم هذا اليوم لا يمكن إيقافهم لا يمكن أن يضيع مثل الكرات لو كنت مكانه بالتأكيد سأسجلها هدف بصراحة ساهم فيه الخصم بنسبة كبيرة جدا لترك مساحات ترك شوارع في الملعب لكن المهم أنهم بعد ذلك عرفوا كيف
Please turn your attention to the screen for information provided by the local police. مباراة مهمة جدا بالنسبة للنادي بتأهل على المحك هنا والاستمرار في البطولة مهم جدا من أجل نمو الفريق تجاريا وأن يصبح علامة مميزة للجميع. هذا النجاح راح تكون له فوائد كثيرة بكل تأكيد، ومهم جدا التركيز في هذه المباراة من أجل مستقبل الفريق، من أجل البقاء فترة أطول في هذه البطولة. أجواء رائعة هنا في هذا الملعب، كل شيء جاهز من أجل الإثارة والمتعة والشغف وكرة القدم. نؤكد للمشاهدين أنه لم يفوتهم الكثير لأن المباراة بدأت للتو. لوكا مودريتش، لا تسألني كيف ضاعت، لا أعرف كيف ضاع الفريق هذه الفرصة المتاحة، شيء غريب شيء خيالي بصراحة. هجمة كانت عبارة عن هدف محقق ولكنها ضاعت. هالاند، كرة من جهة اليمين، كرة في المساحة الخالية ويبحث عن خيارات، يلعب كرة للجانب الأيمن، يقطعها في الوقت المناسب. أداء رائع جدا من المدافع. إمكانية مرتدة الآن، ضاعت الفرصة على الفريق بسبب غياب الحسم في الأمام. مثل هذه الكرات كانت تحتاج إلى سرعة، إلى اتخاذ قرار، إلى ذكاء. تدخل وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة. عنده فرصة الآن، أول كرة ثابتة في المباراة. كرة أخرى تضيع، أي سوء حظ يلازمهم اليوم. محاولة جيدة من الفريق، لكن عليهم التركيز على إنهاء الهجمات، استغلال الفرص بشكل أفضل. من الواضح جدا جودة الفريق في التمرير. صافرة من حكم المباراة، هذه كرة غير شرعية بداعي تسلل. كرة طويلة بعيدة جدا، كافاني، مهارة غير عادية تظهر هنا. كان ممكن الأمور تتعقد أكثر في الهجمة المرتدة لولا التدخل الجريء لاستعادة الكرة مرة أخرى. كان عليه التصرف بشكل مختلف هنا، ربما في المرة القادمة يتعلم من الدرس إذا كان هنالك مرة قادمة. يلعب كرة طويلة إلى المساحة الفارغة في وقت مناسب جدا، يقطع الكرة. حلول كثيرة كانت متاحة في هذه اللعبة، لقد كان بالإمكان أفضل مما كان. ضاعت فرصة متاحة وخطيرة جدا، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. سوريانو يحاول أن هالاند، لعبة جميلة لكنها لم تستغل. هالاند، تمركز واستلام كرة كان رائع جدا، لكن أين إنهاء الفرصة؟ عليك أن تكون حاسما أمام المرمى. ضاعت فرصة كان يمكن استغلالها. سرعة غير عادية ودقة في التمرير. هالاند، كريستيانو رونالدو، وتسلل آخر. تمركز أهم صفة للمدافع، رائع جدا في توقع مسار الكرة. كافاني،
باتريك فييرا فرصة هجوم معاكس يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم الآن بدون رقابة عنده فرصة نايمار هدف لمصلحة استاد مالبركان وهذا هو الهدف الافتتاحي في اللقاء شوفوا الثقة التي يمتلكها المهارة العالية اللي يمتلكها أمام المدافعين تعامل مع الكرة بشكل رائع داخل منطقة الجزاء كاين له الأسبقية في التسجيل هالاند بداية هجمة كانت مبشرة واعدة لكن الهجمة في الأخير انهارت بسبب رعونة عند المهاجمين فرصة كبيرة لكنها ضاعت بسبب هذه الأخطاء في التمرير كاين يحصل على الركنية الأولى في المباراة يحاول أن يسدد الكرة من هنا لم يكن محظوظ الفرصة الخطيرة جدا باتريك فييرا كانت أمام فرصة حقيقية وكان عليه أن يستغلها بشكل أفضل مما شاهدنا يستعيد الكرة بشكل سريع نايمار اعتراف رائع للكرة من سيستلم هذه التمريرة الطولية يلعب كرة بينية مهارة غير عادية بالكرة لمسة جاءت من السماء بالنسبة لهم خروج الكرة للتماس حلول كثيرة كانت متاحة في هذه اللعبة لقد كان بالإمكان أفضل مما كان ضاعت فرصة متاحة وخطيرة جدا إنزاغي بيكام مر بكل سهولة والتسديد هالاند قراءة ممتازة للكرة عند خاصية قراءة اللاعب والتحرك لقطع الكرات يحاول تمريرها من بين المدافعين مهارة غير عادية بالكرة أعتقد أنها بالفعل مخالفة يتفق معي ربما حكم المباراة يطلق صافرته نعم دفاع ثابت صلب لا يترك أي فرصة ممتاز في التمرير كرات كثيرة تقطع في وسط الملعب بالتأكيد هذا يؤكد على التنظيم العالي جدا في هذه المباراة لوكا مودريتش والآن نهاية الجزء الأول من هذه الحكاية نهاية الشوط الأول في هذه المباراة قدموا أداء كبير لمسات لمحات كروية رائعة مع الأسبقية في نهاية الشوط الأول جماهير راضية سعيدة بهذا الأداء هل ينجحوا في المحافظة بعد ذلك؟ هذا السؤال كبير هم عليهم أن يجيبوا الفترة الثانية من المباراة تنطلق الآن كاين يغير كل شيء في هذه المجموعة بهذا الهدف ضاعت الفرصة على الفريق بسبب غياب الحسم في الأمام مثل هذه الكرات كانت تحتاج إلى سرعة إلى اتخاذ قرار إلى ذكاء فييرا زانيولو دافع بشكل سليم قرأ التحرك بشكل مطلوب قام باتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب كاين يعتمد على الضغط هنا في اسلوبه وهي طريقة تحتاج إلى طاقة مجهود بدني كبير من اللاعب ديبالا أداء دفاعي غير عادي فريق تقريبا بدون تركيز في مباراة اليوم كثير من التمريرات الخاطئة يلعبها طولية تمريرة إلى الأمام بعيدة جدا لن تصل هذه الكرة كان عليه التصرف بشكل مختلف هنا ربما في المرة القادمة يتعلم من الدرس إذا كان هنالك مرة قادمة هالاند يحصل عليها باتريك فييرا سلاسة غير عادية في نقل الكرة بين اللاعبين
لا تسألني كيف ضاعت، لا أعرف كيف أضاع الفريق هذه الفرصة المتاحة. شيء غريب، شيء خيالي صراحة. هجمة كانت عبارة عن هدف، لعبة من إنزاغي وينجح في تسجيل الهدف. لعبة من طراز عالي، لمسة في منتهى الروعة. يملك مهارات كبيرة بالكرة، مثل هذه الأمور تحب أن تشاهدها في عالم كرة القدم. هذا اللي حببنا في الكرة بصراحة، مثل هذا الفن وهذه المهارات. النتيجة 2-0، تقدم بهدفين، يعني أنهم متحكمين تماما في مجريات اللعب بالطول والعرض، يقدمون أداء مبهرا في مباراة اليوم. أعتقد أن اللاعب كان متقدم، نعم تسلل موجود. ديبالا، لوكا مودريتش، فرصة خطيرة، نيمار، يا سلام، كرة جميلة جدا في المرمى. هدف لا يمكن أن تلوم في حارس المرمى اللي لم ينجح في رؤية الكرة. النتيجة 3 أهداف نظيفة الآن. تمريرة جميلة، ديبالا يمر ويلعب كرة بينية. كان عليه التصرف بشكل مختلف هنا، ربما في المرة القادمة يتعلم من الدرس إذا كان هنالك مرة قادمة. ما الذي حدث هنا؟ إنزاغي، يلعبها لمنطقة الخطر، ضغط كبير يساعده في استعادة الكرة. تمريرة جميلة، كرة لا تصد، ديبالا بقراءة ممتازة يقطع الكرة. إنزاغي، الآن فرصتهم للمرتدة. زانيولو يستعيد الكرة بعد ضغط قوي. ضاعت الفرصة على الفريق بسبب غياب الحسم في الأمام. مثل هذه الكرات كانت تحتاج إلى سرعة، إلى اتخاذ قرار، إلى ذكاء. يمسك الحارس بالكرة. هجمة مرتدة الآن. تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب. رونالدو، بداية هجمة كانت مبشرة واعدة، لكن الهجمة في الأخير انهارت بسبب رعونة عند المهاجمين. يلعبها طولية. الآن إمكانية المرتدة. الهلال السعودي يكرر نفس الأخطاء، نفس النمط، نفس الهجوم، لا جديد، لن يكون هناك أي خطورة بهذا الشكل. بينية جميلة، حلول كثيرة كانت متاحة في هذه اللعبة. لقد كان بالإمكان أفضل مما كان. ضاعت فرصة متاحة وخطيرة جدا. زانيولو يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة. ضاعت الفرصة على الفريق بسبب غياب الحسم في الأمام. مثل هذه الكرات كانت تحتاج إلى سرعة، إلى اتخاذ قرار، إلى ذكاء. كرة ممتازة، فرصة للتسديد. كرة عرضية من إنزاغي. بداية هجمة كانت مبشرة واعدة، لكن الهجمة في الأخير انهارت بسبب رعونة عند المهاجمين. كافاني، وانتهى، انتهى، انتهى المشوار. نتيجة مثالية في مباراة حاسمة. الفوز اليوم يعني الاحتفال والفرحة. كاين يستحق الإشادة على ما قدمه في مباراة اليوم. بالتأكيد الفوز يعزز الثقة أكثر، ويؤكد أن الفريق قادر على تقديم مباريات كبيرة والاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية. شكراً سيداتي وسادتي على حسن المتابعة في أحداث مباراة اليوم. نلتقيكم بحول الله تعالى في مباريات قادمة. إلى اللقاء. We are glad to inform you that today's match day programs are available from stands located by the gates. I'm sure they will make fine souvenirs.